قبلكم شيء رهيب صراحة، بالتعاون مع شركة إماراتية وفرنا لكم هذا الشيء صراحة، راح يفيدكم حق هدايا رمضان. الحين داخلين على رمضان إن شاء الله، شوفوا المسبحة انزين، وهذا هاي الإلكترونية، وهاي المسبحة العادية انزين، وهذه طبعا رسالة من الشركة. شوفوا كواليتي السجاد، إلا صار ولا استوى. خلني أرويك يا أخي، عينك على جمالية السجادة. طبعا عندنا أشكال وأنواع، مش هني الحكاية، خلوني بس أراكم هاي الطبقة السفلية، هني القصة كلها يا جماعة. الطبقة هذه جدا ناعمة ومريحة في نفس الوقت، مريحة راحة ما بعدها راحة، يعني اللي تعطيه هذه السجادة ما راح بس يدعي لك، صدقني دعاء مع بكاء. واضح قدامكم هذه الأنواع، شوف كيف أشكال رهيبة صراحة. عندكم هذا النوع، عندكم العنابي.